بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أهلا بعضاء وزوار افهم كمبيوتر الكرام وكل مستخدمين برنامج ده تي في 3 LPC. كتير من الأدوات والبلاجن اللي احنا بننتجها كل يوم علشان المتعة تزيد أكتر وعلشان المشاهدة تبقى أسهل. أنتجنا لكم من أسبوعين فاتوا بالظبط سيرفر جنريتور، الأداة اللي كانت مسؤولة باختصار عن إدراج قنوات جديدة من سيرفر تابع لينا مش موجودة بشكل افتراضي داخل البرنامج. النهاردة معدنا مع تول جديدة بسيرفرات أكبر بمتعة أكبر، ليست كرييتور. ليست كرييتور هي أداة بتمكنك من الحصول على 3 سيرفرات مختلفة بعدد كبير جدا من القنوات تقدر تشوفها طول الوقت وأي وقت داخل برنامجنا تي في 3 LPC. في البداية هتلاقوا اللينكات طبعا كلها اللي احنا هنتكلم عليها داخل البرنامج أو بره البرنامج، سواء اللينك بتاع التول في الديسكريبشن بتاع الفيديو سواء على اليوتيوب او سواء على الفيسبوك الفان بيج بتاعتنا. علشان الكلام ما ياخدناش، تعالوا نفترض دلوقتي ان احنا عملنا داونلودنج للتول بتاعتنا ليست كرييتور، هنعمل عليها دبل كليك وهنشغل التول. طيب في البدايه احنا عندنا قائمه السيرفرات 3 سيرفرات زي ما احنا قلنا. في البدايه كل سيرفر كمان بيختلف في طريقه التعامل معاه، يعني فرضا اول سيرفر بقدر اختار منه كاتيجوري من خلال ان انا اختار السيرفر الاولاني وبعدين اضغط على جيت اول علشان يجيب التصنيفات او يجيب الكاتيجوري كلها، فاختار الكاتيجوري اللي انا حاببها وليكن تصنيف الرياضة او القنوات الرياضية واعمل داونلود. بعد كده بختار له المكان اللي انا هحفظ فيه، هسميها مثلا SB وليكن سبورت، سيف، وهرجع للبرنامج TV3LPC بتاعي واضغط على فايل اوبت شانل ليست فروم فايل واختار له المكان اللي انا حافظ فيه الفايلز بتاعتي. هيبتدي كل القنوات تتعرض قدامي. طيب السيرفر الاولاني تقدر من خلاله تشغل قناة واحدة بس، يعني انا عملت دلوقتي جنريت لليستة بتاعت او جنريت للكاتيجوري او جنريت للتصنيف بتاع الرياضة، هقدر اشغل حاليا قناة واحدة بس. لو جيت شغلت قناة تانية المفروض ان انا ارجع مرة تانية للتول اضغط على جيت اول وبعدين اجي هنا اختار الكاتيجوري بتاع الرياضة مرة تانية واضغط على، هنرجع نضغط على داونلود وهنسميها باسم جديد وليكن مثلا 123 سيف، ونفس الشكل برضو هاجي على فايل اوبن شانل ليست فروم فايل واختار له القائمة الجديدة بتاعتي. طيب تعالوا نجرب دلوقتي، هختار مثلا قناة بين سبورت 2 علشان اشغلها. وكان اكثر فرص ضائعه وكان اكثر سيطره في ملعب الخصم. طيب زي ما انتم شايفين القناه اشتغلت بدون اي مشاكل. الناس اللي بتواجه مشكله في التقطيع، الناس اللي بتواجه مشكله في تقطيع القنوات، طيب الحل بتاع التقطيع ايه؟ ان احنا نزود الكاشنج. هنزود الكاشنج ازاي؟ من خلال اوبشن نتورك كاشنج، هخلي الديفولت كاش وليكن حسب المراد اللي انت عاوزه 10,000 20,000، هو بشكل افتراضي بيبقى 3,000. بعدها انت مش هتواجه اي مشكلة تماما. طيب احنا كنا بنجرب بين سبورت 2، خلينا نجرب بين سبورت 3، هنلاقي القناة ما بتشتغلش. طيب علشان اشغل بين سبورت 3 هرجع مرة تانية للتول بتاعتي اضغط على جيت اول وبعد كده اختار مرة تانية تصنيف الرياضة داونلود، هسميه اسم جديد 1234 مثلا واضغط على سيف وارجع فايل شانل ليست فروم فايل واختار له القائمة الجديدة بتاعتي واشغل بين سبورت 3 SD. زي ما انتم شايفين القناة تعمل بدون اي مشاكل. طيب احنا نوقف علشان خاطر الحقوق الملكية. طيب هل الوضع ده بيبقى مع الثلاث سيرفرات؟ لا، الوضع ده بيبقى مع السيرفر الاول بس. انت تقدر تشغل قناة واحدة من التصنيف اللي انت اخترته، لو حابب تشغل قناة تانية بترجع تعمل جنريت وداونلود للتصنيف مرة تانية. طيب تعالوا نجرب السيرفر التاني، ادي السيرفر رقم 2. طبعا هنا مفيش تصنيفات، انت بتختار بتنزل السيرفر بالكامل. هضغط على داونلود واسميه مثلا S2 سيف، هقفل القوائم اللي انا فاتحها دي كلها، هاجي هنا فايل اوبن شانل ليست فروم فايل واختار له S2. زي ما انتم شايفين كل الكاتيجوري بتاعت السيرفر او التصنيفات بتاعت سيرفر 2 بما فيها الافلام بما فيها القنوات العربية والقنوات العالمية. انا مثلا عايز اشغل قناة من قنوات بين سبورت، ممكن اجي هنا من السيرش اختار له بين
هلاقي عندي بين سبورت بجودات مختلفة اتش دي واس دي. انا هختار له مثلا وليكن بين سبورت 1 اس دي واضغط على بلاي. القناة بتشتغل وتعمل كاشنج هنا بدون اي مشاكل خالص، هتلاقي التقطيع شبه معدوم، القناة بتعمل بدون اي مشاكل تماما، تقدر تتفرج عليها وتقدر تستمتع بجودة مختلفة. تعالوا نجرب السيرفر الاخير اللي بيكون امتع سيرفر، السيرفر الثالث. هضغط على سيرفر رقم 3 واضغط على داونلود وهسميه وليكن S3. هقفل القائمة دي وهرجع على فايل open from file S3. طيب هاجي على فينيس بورت. الممتع هنا ان انا عندي اكتر من جودة، يعني زي ما انتم شايفين انا هوقف، انا عندي هنا اكتر من 8 سيرفرات للقناة نفسها، كل سيرفر بجودة مختلفة، كل سيرفر بجودة مختلفة، في جودة عالية، في جودة متوسطة، في جودة للباقات المنخفضة جدا بتاعة الانترنت. طبعا كل ما الجودة تكون عالية كل ما التشغيل بتاعها هيبقى شوية بطيء على ما بتعمل كاشنج زي لا ما حضراتكم تأهل شايفين. مكان قريب للأردن بوجود عايز مشكلة كمان التقطيع تنتهي تماما، تقدر ان انت تفعل الديب كاشنج من هنا اللي هي نفس خاصية الكاش اللي بتشتغل من الأعلى، هتوفر لك جودة كويسة بدون تقطيعات. عامة عشان حقوق الملكية احنا هنوقف لحد كده. انا بتمنى دايما يكون الامر نال رضا حضراتكم، بتمنى دايما يكون الامور اللي بنطرحها بتنال رضاكم واستحسانكم. اكيد اي امر مختلط عليكم او اي امر مع حضراتكم ما فهمتوش في التول نفسها تقدروا ان انتوا ترجعوا لنا على الفان بيج بتاعتنا صفحة الفيسبوك، او تكتبوا لنا كومنتات على الفيديو اللي هيكون موجود على القناة الجديدة بتاعتنا، اللي متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب. اكيد بنحاول ان شاء الله باذن الله ننتج لحضراتكم ادوات اكبر علشان المتعة تستمر والاداء يبقى افضل مع تي في 3 ال بي سي، شاهد ما تريد وقت ما تريد. في النهاية بشكر حضراتكم، كان معكم عمرو سليم من فريق افهم كمبيوتر. سلام عليكم.